بمعنى انها غتكون سياسه تستهدف الارهاب. علاش الجزائر مخبي عندهم داك الارهاب؟ الجزائر هي اللي فرخات بديك العشريه السوداء من 90 حتى 2000، هي اللي فرخات واحد العدد ديال الكتالوج، واحد الالوان ديال الارهاب في النظام العسكري الجزائري. واكثر من ذلك باش تعرفوا بانه راه كلشي خايف النظام العسكري الجزائري، وزيد عليه حتى فرنسا. ديك النهار كبير الارهابيين في سميتو في الجزائر ابو بكر شي حاجه العنابي، كتصادفوا فرانس فانت كاتب العربيه وكتدير معاه استجواب وكتعرض الافكار ديالو، وهذا فرنسا. وشنو المضمون ديال داك الكلام ديال داك العنابي؟ المضمون ديالو هو انه حتى فرنسا كتدافع عليه، يعني كيفتخروا بانه العنابي راه كيقول هضره مزيانه في فرنسا، وكيقول بانه فرنسا ما اداوناش ما نقصوهمش. يعني ما بين الجزائر وما بين فرنسا كنشوفوا بان فرنسا ولات هي كتقسم لك الارهاب، الارهاب الجميل والارهاب الخايب، وبدات كتجر للتطبيع مع الارهاب. شوفوا هذا الاجرام. اذا الولايات المتحده الامريكيه والتحالف ديالها مع المغرب، حيت كاين اللي غادي يقول لك مثلا المغاربه والامريكيين ملي غادي يديروا هذا الشيء في هذه المنطقه ديال دول الساحل وكذا كذا، كاين اللي غادي يقول شنو النهايه ديال هذا الشيء، او لا يقول لك باش غادي ينفعنا هذا الشيء مثلا. حنا غير كنقولوا ما يقول لك باش غادي ينفعنا هذا الشيء، كل مره طياره غادي تقلع مشات هي ضربت جوج ضربت ثلاثه ضربت واحد ضربت 17 ضربت 16، هي ضربت في هذه الدول وفي هذه، حتى السؤال غادي يثار. وربما العمليه تستمر وربما كذلك تستمر لواحد الوقت طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتناولوا الارهاصات حول الانزال الامني ديال الولايات المتحده الامريكيه، والعلامات اللي بدات كتشير بانه هذيك العمليه الكبرى اللي من اجلها انه كان صدر الاعتراف ديال ترامب بالسياده المغربيه على الصحراء، بان هذيك راه كانت البدايه، وبانه التنفيذ ديالها راه غادي يبدا عمليا، وبانه هذاك الاعتراف بالسياده المغربيه على الصحراء المغربيه اللي كان ملاه هو الظروف ديال المواجهه ديال الصين وروسيا في افريقيا. وما كاينش تناقض ما بين داك الاعتراف اللي كيكون مثلا بالتدوينه كيعترف لك بالسياده، وما بين في نفس الوقت هو بيده شد معك المسيره ديال الامور القانونيه والحكم الذاتي، راه ما كاينش فرق. لانه الولايات المتحده الامريكيه والعالم كله في الساعه ديال الحرب وفي الساعه ديال الضروره كنجي انا كنعترف لك، كنقول لك شتي هذيك البلاصه، انا كنعترف بانها ديالك، لانك تكون عوامل وظروف طارئه هي اللي كتحكم المعاملات، وكيقول لك في الظروف العاديه من غيرها راه حنايا غادي نخدم معاكم. اذا الولايات المتحده الامريكيه من نهار فاش صدر ذاك الاعتراف بالسياده المغربيه راه صدر في اطار مواجهه الصين وروسيا، مواجهه النفوذ ديالهم في افريقيا. الولايات المتحده الامريكيه خسرت المغرب كمرتكز، هاد الكلمه قلتها النهار اللي صدرت ربما قال شي عامين ولا ما عرفت شحال، وباقي كنقولها الى يومنا هذا، وجميع التفاصيل اللي وقعت من بعد راه كتاكد نفس الكلام اللي قلته شحال هادي. يعني اذا قلنا بانه الارهاصات حول ان الولايات المتحده الامريكيه غادي يكون عندها انزال امني، وشكون هو اللي غدا تعتمد عليه؟ الحليف الاستراتيجي اللي هو المغرب. والطيارين المغاربه راه في خباركم بانه كانوا تداريب ديال الطيارين المغاربه، وكانت مناورات مشتركه ما بين الامريكيين وما بين المغاربه، وكانت كذلك زياره ديال الامنيين ما بين المغاربه والامريكيين. كتذكروا عبد اللطيف عبد اللطيف الحموشي، يعني المدير العام للامن الوطني، وفي نفس الوقت هو مول رئيس ديال مديريه التراب الوطني الى غير ذلك، بانه راه فايت لو كان مشى للولايات
الولايات المتحدة الأمريكية، وكان تلقى مع كبار الشخصيات الأمنية. الأمر كيتعلق بالإف بي آي والسيا والمديرة ديال الأجهزة السرية، عندهم ربما هما شي 13 جهاز، عندهم الإف بي آي وعندهم السيا وعندهم شي 11 جهاز آخر سري. المديرة كان تلقى بها عبد اللطيف الحموشي، وفي نفس الوقت كذلك شخصيات كبيرة كانوا جاوا للمغرب، داك ديال الأركان القوات المسلحة الملكية، وزير الدفاع إلى غير ذلك. وكان وهاد السرب ولا هاد إلا بغينا نقولوا هاد الجسر هذا ديال اللي كيمشيو كيجيو، كان يشي بأنه كاين واحد البنية تحتية ديال أعمال أمنية وربما عسكرية بأنها كتوجد. وكنا قلنا بأنه راه العلامات ديال بأنه شي حاجة غادا توقع والمغاربة داخلين فيها، يعني المغرب داخل فيها، كنا كنقولوها مش على هذه. الآن كيتزوج شنقريحة، شكون هو هذا شنقريحة؟ هو هذا المصيبة ديال هو اللي شد القوات المسلحة ديال النظام العسكري الجزائري، هذا شنقريحة. شنقريحة للتذكير هو اللي من 2019 تقريبا هو اللي زاد في التعقيد وزاد في التأجيج العداء الجزائري ضد المغرب، هذه المصيبة هذا ديال هذا الشنقريحة. يعني معروف الوقت ديالو من 2019 هو زاد في التأجيج وزاد في العداء وزاد في التحرش العسكري، هاد شنقريحة. إذن هاد شنقريحة هذا في خلال يعني الأمس أو أول أمس كان دار واحد البيان، ونفس ذاك الكلام اللي قالوا في البيان كان ألقاه خطبة على الضباط الكبار ديال القوات المسلحة الجزائرية إلى غير ذلك. المضمون اللي فيها هو أنه كيحتج غضمان وطالع له الزعف وكاعي. علاش؟ لأنه كيقول كودي بأنه التدخل الأمريكي في محاربة الإرهاب في الدول ديال الساحل، كيقول لهم بأن هذا تدخل أجنبي وهذا ما غادي يدي حتى لشي نتيجة، وهذا بأنه أثبت التجارب بأنه لا ينفي، وبأنه الطريقة كيفاش خصها تكون هو أنه كل دولة تخدم في إطار إفريقي والاتحاد الإفريقي. واحد المقال ولا واحد البيان بالأحرى كان زدرو كله شروط وكله مشروط، بيان ركيك كيبان لك بأنه هذاك العجوز هذاك الشارف هو بيده هو اللي كيكتب، هو اللي كتب ذاك البيان. وكيبان لك عاوتاني حتى الدولة علاش كلها مهلهلة غادة جاية، يعني لأنها لابساه، يعني هي بحال واحد البيان. هذاك البيان كيبقى رغم ذلك مفيد وثيقة كتبين لنا بأنه راه بالصح النظام العسكري الجزائري راه مقلق وما مرتاحش، والهلا يعطيه شي راحة بخصوص العهد الجديد اللي غادي يدخل له التحالف المغربي الأمريكي والخدمة ديال هاد الجوج اللي غدا تكون على الصعيد ديال الإقليم. يعني كيف كان كيف فايت اللي ذكرتكم مرارا قلت لكم أنا يا مثلا المغرب علاش كان تكلموا عليه، خصوصا أنا مثلا وانت تتكلم عليه وشبه مرتاح مثلا في التحالف ديالو مع الولايات المتحدة الأمريكية وجد متفائل حتى بالقضية ديال الصحراء المغربية. الولايات المتحدة الأمريكية الطريقة ديالها كيفاش كتخدم وكتجي وكتقول لك هاد الدولة المغربية أنا كنعترف ليها بالسيادة ديالها على الصحراء، وكيجي كتقول لك هاد الدولة المغربية أنا حاسة بها بالراحة، وكتقول لك هاد الدولة المغربية غادي نجعلها هي نقطة الارتكاز ديالي من أجل النفوذ ديالي اللي غادي يبدأ، يعني غادي كالي، يعني غادي يواجه النفوذ الصيني الروسي. فأوتوماتيكمون اش كتعني الولايات المتحدة الأمريكية بهاد التصرفات ديالها؟ وهذه راه ما مديرهاش غير باش نذكروا، راه ما مديرهاش غير في إفريقيا، هذه راه مديرها في العالم كامل. ملي تجي الولايات المتحدة وكتقول لك هاد البلاصة عندي فيها المصلحة وحسيت بها في الراحة وغادي نتعاون مع مواليها وإلى غير ذلك، وأكثر من ذلك كتدرب لك الطيارين ديالهم وكذا وكذا وكذا، فراها أوتوماتيكمون كتقول لك هذيك المساحة كاملة على مد البصر.
كتقول لك راه ما بغيت فيها لا تشاش ولا بوليزاريو ولا ارهاب ولا التناوي ولا فعيل ولا التحرميات. اذا هذا هو من الجوانب اللي كتخليك انه البلاصه ديال العكاز فيك يحطها شي واحد قوي، هذيك البلاصه على الاقل غادي تكون ما فيهاش الصداع. هذه معروفه، هذه ملي كنجي انا وكنخسر واحد الرحبه واعره وكنقول هنا الراحه ديالي. اذا انا الا كنت قوي راه كاع اللي محيطين بيا بديك الرحبه غادي يحسوا بالهنا. علاش؟ لان غادي يقول لك اودي بالفضل ديال الوجود ديال هذا، بالفضل ديالو غادي ننعموا بالراحه وكذا، وما كاينش المسائل اللي كتشوش. يعني العامل القوه دائما كنذكر بانه اهم عامل كيخدم في القانون الدولي هو العامل ديال القوه. اما يعني هادو العلماء الادمغه ديال القانون الدولي كلهم كيقولوها، كيقول لك القوه هي كل شيء. اما داكشي المنتظم الدولي وما نعرف شنو هو، والامم المتحده والشرعيه الدوليه والاتفاقيات العالميه وما نعرف واش بد الخرائط واش بد كل شيء، هذيك هي الدول كتشدها هذيك عادي. طبعا راها غدا مع هاد الدول، ولكن اهم عامل هو القوه. دائما في القانون الدولي القوه هي اللي كتسندك. كان عندك شي حق وعندك شي قوه، القوه تديه. كان عندك شي حق وما عندك قوه، سير انت والحق ديالك. ودائما كنعطي مثال، كنقول لكم مثلا غير الصحراء المغربيه في المسيره الخضراء الحسن الثاني الله يرحمكم دارج داك المبادره وتبعوا فيها المغاربه صافي ودخلوا، ما شفت فين وصلوا، وكما دارج ديك الخطوه وبقى كيتسنى مثلا شي شرعيه دوليه. شمن شرعيه دوليه؟ ما كانوا يعطيك حتى شي حاجه والو، ولكن ملي درتي شرعك بيدك مع راساتك وبردتي وكذا وكذا ماشي مشكل. ديك الساعه اخويا الله نمشيو للمحكمه ولا نمشيو فين ما بغيتي، ولكن بعدا كي نجبد يدي في دا ورجلي في البلاصه ديالي انا. نرجعوا لهذا الموضوع، خاصكم تعرفوا بانه في 1942، لانه دائما مثلا ملي كيكون واحد الحدث كيجينا حنا غريب، فاش كنا قلنا بانه الولايات المتحده الامريكيه غادي تنزل بالثقل ديالها في غرب افريقيا وغادي يكون المرتكز هو المغرب، ومن المغرب كاع ديك المساحه اللي هي كطل كلها غادي يكون فيها النفوذ الامريكي. فاش قلنا هذه في الاول كانت غريبه. علاش كانت غريبه؟ كيف قلت لكم انايا، لانه المناهج ديال التعليم ومحو الذاكره. ولكن ملي كنجبدوا احداث تاريخيه مشابهه ديك الساعات كنزيدوا كنتاكدوا بانه التحاليل ديالنا بانها كتكون صحيحه. جبدنا هذا التحليل في 1942، كانت واحد العمليه سميتها عمليه الشعله. والظروف اللي كان فيها العالم ديك الساعات والمغرب والولايات المتحده الامريكيه واوروبا كانت ظروف مشابهه للوضعيه اللي حنايا فيها. في 1942 كانت ديك الساعات افريقيا كلها مستعمرات مقسمه ما بين بريطانيا وما بين فرنسا. وفي 1942 ديك الساعات اوروبا كلها كان هتلر معمرها بالنفوذ ديالو، النفوذ النازي. فرنسا كان فيها هتلر، فرنسا وفرنسا كان فيها هتلر. يعني هذا بعدا غير بين قوسين باش نعرفوا بانه فرنسا راه في الحرب العالميه الثانيه دخل لها هتلر في ايام معدودات، بمعنى انه ديك فرنسا 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 المهم راك وكتعرفوا شكون اللي حررها كذلك. يعني انه راه في الحرب العالميه الثانيه راه امريكان هي اللي كانت كدير بغات في الخريطه، وبانه القوه الحقيقيه اللي غلبات في الحرب العالميه الثانيه هو السلاح الولايات المتحده الامريكيه. لان كيف كتعرفوا امريكان شنو دارت لاوروبا لا في الحرب العالميه الاولى ولا في الحرب العالميه الثانيه؟ كاع دمع عليهم ما بهم واحد الشعل، واحد الساعه شعلت لهم العافيه بيناتهم في الحرب العالمية الأولى، هذا على هذا، هذا على هذا، هذا على هذا، وهي غير كتفرج وكتعطي السلاح وكتقيد وكتغرق بالديون. عاوتاني ملي ساو الحرس ساو الحرب العالمية الأولى انتقلوا بهم الحرب العالمية الثانية. أوروبا غادا ترتاح مع راسها صافي غادا تركن، عاوتاني دفعوا ليها هتلر دقدقها كاملة، وبقاو على مدى 5 سنين وميريكان كادا كتبيع السلاح وكتبيع على فترات وكتغرق في الديون وما كتخليهمش يربحوا. لا، دائما فيما كتشوف شي جبهة شعلت كثر من القياس كتبرد، شي جبهة بردت عاوتاني كتمول، وكتعطيهم السلاح وكتقيد، وما كتعطيهمش باش يغلبوا، لا كتعطيهم باش يستنزفوا في اقرب في اطول مدة ممكنة. ديك الساعة صافي تدقدقت اوروبا على مدى 5 ولا 6 سنوات، ديك الساعة عاد عطاتهم ديك الساعة الشياطة ودقدقوا كل شيء، خرجوا من الحرب العالمية الثانية اوروبا كلها غارقة في الديون ديال الدمار في ديال الاصلاح وهذا، ومن بعد البنيه التحتيه بناتها اليوم بالمخطط ديال مارشال.
اللي باقي فرنسا كيقول لك بانها راها عظيمه من كذا، ما عظيمه ما والو، عاشت اللي باز العظمه والهيئه العظمه والكاراكاس الواجهه ديال العظمه غير عاشتها هكاك. احتاجت الاحداث الاخيره هي اللي كذبت وعرات كل شيء. وعلى هذا الشيء يعني رانا كنقولها بتواضع وافتخار، على هذا الشيء راه شهور عديده كان انا الصوت ديالي شبه نشاز، كنت كنقول ودي بانه هاد فرنسا هذه راه المغاربه خصهم ينتبهوا ليها، ملي كانت الامور عاديه بان هذه راه غدا تطيح. وبالفعل على كل حال نرجعوا للموضوع ديالنا، قلت لكم انا في 1942 كانت الظروف تشبه الظروف اللي حنايا فيها. كانت ديك الساعات فرنسا تابعه للحكم النازي، والمغرب والجزائر وتونس والدول المستعمرات اللي تابعه للفرنكوفونيه كانت ديك الساعات كذلك كانت تابعه كان الحكومه فيشي، لان هتلر ملي دخل لفرنسا كان نصب الحكومه فيشي تابعه له، إذن المغرب اوتوماتيكيا وهذا حتى هما ولاو تابعين ديك الحكومه فيشي. النفوذ النازي هو اللي كان في شمال غرب افريقيا، كان النفوذ النازي. الولايات المتحده الامريكيه فاش بغات تدخل في المعادلات الدوليه في 42 كانوا داروا هذا الانزال ديال عمليه الشعله، وكان بعض المؤرخين كيسميوه العمليه المنسيه، عملية الشعلة. وهاد عملية الشعلة راه هي اللي تقريبا شي 4 شهور وقيلة إلا كنتذكر ولا ما كاملاش، في مدينة القنيطرة في أحد الساحات على الواجهة ديال أحد العمارات كان رسموا الرسوم اللي كتأرخ لذاك الحدث ديال 1942 عملية الشعلة، وكان حضر لها السفير ديال الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب. وهذيك العملية كانت رمزية، لأن كانت هي الانطلاق الحقيقي ديال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الإزاحة ديال النفوذ النازي من المغرب، ثم من موراها كذلك كانوا غينتقلوا لأوروبا، ثم من موراها كذلك حتى جا النصر ديال الحلفاء. إذن قلت لكم أنا ذكرت بهذا الإنزال ديال 1942 باش نقول لكم بأنه راه الإنزال الأمني الأمريكي راه كذلك بنفس الصورة، راه المغرب غادي يكون عنده فيه دور، وشمال غرب إفريقيا غادي يكون فيها النفوذ الأمريكي. وهذا هو اللي خلاني يعني نقولها لكم، خلاني دائما متفائل بالقضية ديال الصحراء المغربية وبالقضية ديال تشتيت الشمل الشرذمة ديال بوليزاريو. أرى دابا نرجعوا للفوائد. أولا بعد العملية كيفاش غادا تكون؟ العملية هو أنه كاين إرهاصات بأنه طيارين المغاربة والولايات المتحدة الأمريكية، أولا المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. المهم غادي يكون المطاردة ديال الإرهاب والإرهابيين اللي في دول ديال الساحل، مالي، نيجر، تشاد. اذا هاد الدول ديال الساحل هادي بداو كيكثر فيها الارهاب، هاد الدول ديال المنطقه ديال دول الساحل. هاد الدول هادو تاريخيا كانوا تابعين لفرنسا، او بالاحرى كانوا بلايص كتفسد فيهم فرنسا، لان فرنسا السياسه ديالها الاستعمارية كانت كتقتضي أنه أي دولة باش تسيطر عليها خاصها تزرع فيها البذور ديال عدم الاستقرار السياسي، وهذاك عدم الاستقرار السياسي هو اللي كيهرس التنمية وكيخلي المظاهر ديال أنه الدولة ما كتكونش دولة، وكيسهل على فرنسا وعن طريق يا إما مباشرة أو عن طريق عصابات أو مافيات أنها كتستولي على الموارد ديال دوك الدول. على هذا الشيء غادي نجبروا العدد ديال الدول الافريقيه فيها المظاهر ديال الدوله رخوه، وفيها المظاهر ديال السيبه، والمظاهر ديال دول مساكن مطحونين. هذاك الشيء راه عنده فلسفه، اللي دائما عندهم فلسفه كيقول لك انه اي شيء بغيتي تسيطر عليه ما خصكش تخليه ملموم ومجموع، يعني خصك في المفاصل ديالو كتلعب باش كتخليه اداه سهله انك كتسيطر عليها. اذا هاد الدول هادو سيئه الحظ انها طاحت في يد فرنسا وغرست فيها هاد المظاهر ديال عدم الاستقرار.
وبين قوسين لكم تشوفوا الدول العظيمه اللي دازت في هذه المنطقه، في هذه الدول ديال الساحل، الدول العظيمه فين تبان فرنسا وفين تبان ديك الملكيات ديال فرنسا، الدول العظيمه اللي دازت تما في ديك المنطقه منذ القرن 20 قبل الميلاد. على كل حال، اذا قلت لكم هاد المناطق هادو كامل ديال الساحل هادو فيهم الارهاب، والارهاب حتى فرنسا راه كتخدم الارهاب في هاد المناطق كامله. وفرنسا من بعد الربيع العربي، يعني من بعد الربيع العربي، خدات الاسلوب ديال استخدام الارهاب كاداه باش تحقق الاهداف ديالها، وبدات حتى هي كتستافد من الارهاب والارهابيين باش كتغلغل في هاد الدول، وكاع المناطق اللي كتبغي تدخل ليها في فرنسا حتى كتمشي ليها داعش، والمناطق اللي كتبغي تهرسها فرنسا وتهرس فيها الاستقرار كتقول داعش دخلي ليها، داعش كتدخل وتخرج من شي بلايص الى غير ذلك، باش كيكون مبرر انه القوه الفرنسيه كتطحن ديك الدوله، وبالتالي كتحكم عليها مسكينه دائما مصنفه في الدائره ديال عدم الاستقرار، يعني كانت خدامه بداعش. اذا كيف قلت لكم انا بانه هاد المناطق هذه دائما المغرب كان كيتبرى، وكلكم كتذكروا مثلا ناصر بوريطه في شهر ربما سبعه، في شهر سبعه في الندوات الصحفيه راه كان هضر مع وزير الخارجيه ديال فرنسا، قال لها راه عندكم شي مشاكل امنيه في الدول ديال الساحل وشمال افريقيا وفي افريقيا كامله، راه كنتسناو منكم المعقول والاعتراف بموقف زايد قداب الصحراء باش نناقشوا هذا الشيء. ونفس الكلام كان عاودو بوريطه ملي مشات وزيره الخارجيه ديال فرنسا كتذكروا، وكان جا جوزيف بوريز وزير الخارجيه ديال الاتحاد الاوروبي، راه كان عاود له نفس المعاوده، قال له ودي بان راه عندكم في الاتحاد الاوروبي شي اطراف داك السم اللي فيهم كله علاش انه المغرب زايد القدام، وقال لهم ودي بوريطه، قال لهم ودي راه كاينه تحديات امنيه بان راه حنا بغينا نناقشوها وكنستعدوا، ولكن راه كاينه اطراف قاعده كترول. اذا قلت لكم هذا النفوذ كامل هذا ديال دول الساحل وهذا الشيء كله، هذا الولايات المتحده الامريكيه ظهر بانه ديك التدارب وديك المناورات وداك الشيء، بانه الولايات المتحده الامريكيه غادا تدخل من الباب ديال القضاء ومطارده الارهاب والارهابيين، يعني من هاد البوابه الولايات المتحده الامريكيه كتدخل. الشيء الثاني اللي خايف منه الجزائريين وخايف منه حتى الفرنسيين، الشيء الثاني وهو انه ما تنساوش بانه الولايات المتحده الامريكيه حاليا راه كاين تخوف بالنسبه للجزائريين والفرنسيين بانه المحاربه ديال التحالف المغربي الامني مع الولايات المتحده الامريكيه للارهاب، راه حتى الارهاب راه ما عندوش شي لون، مثلا الارهاب اللي هو في تشاد ومالي والنيجر هذاك ارهاب، والارهاب اللي في الجزائر زعما راه ماشي ارهاب، بمعنى انها غتكون سياسه تستهدف الارهاب. علاش؟ الجزائر مخبي عندهم داك الارهاب، الجزائر هي اللي فرخات في ديك العشريه السوداء من 90 حتى 2000، هي اللي فرخات واحد العدد ديال الكتالوج، واحد الالوان ديال الارهاب في النظام العسكري الجزائري. واكثر من ذلك باش تعرفوا بانه راه كلشي خايف النظام العسكري الجزائري، وزيد عليه حتى فرنسا. ديك النهار كبير الارهابيين في سميتو في الجزائر ابو بكر شي حاجه العنابي، كتصادفوا فرانس فانت كاتب العربيه وكتدير معاه استجواب وكتعرض الافكار ديالو، وهذا فرنسا. وشنو المضمون ديال داك الكلام ديال داك العنابي؟ المضمون ديالو هو انه حتى فرنسا كتدافع عليه، يعني كيفتاخروا بانه العنابي راه كيقول هضره مزيانه في فرنسا، وكيقول بانه فرنسا ما اداوناش ما نقصوهمش. يعني ما بين الجزائر وما بين فرنسا كنشوفوا بان فرنسا ولات هي كتقسم لك الارهاب، الارهاب الجميل والارهاب الخايب، وبدات كتجر للتطبيع مع الارهاب. شوفوا هذا الاجرام، هذه فرنسا، وكذلك هذا العنابي حتى هو راه موجود في الجزائر. اذا السياسه الامريكيه
وهي في الحقيقه السياسه ديال الامم المتحده، انا ما كيميزوش. اذا هذه السياسه الامريكيه اللي في المنطقه ديال دول الساحل غادا تبدا بالحمله ديال التنظيف وديال التشطيب والتحالف مع المغرب، هذا الهدف ديال اولا كيف قلت لكم انايا راه غادي يكون قدامه كذلك الارهاب اللي كاين في الجزائر، وغادي يكون قدامها الارهاب اللي قاعده كديروا البوليزاريو، وكذلك غادي يكون قدامها وعلى مرمى منها كاع الحركات الارهابيه اللي كانت كترعاها فرنسا. يعني بالعربيه بان احداث غادي تكون ساخنه، وغادي يكون تحدي قوي وشديد ضد السياسه الامنيه ديال فرنسا اللي كانت كديرها في ديك الدول. اذا الولايات المتحده الامريكيه والتحالف ديالها مع المغرب، حيت كاين اللي غادي يقول لك مثلا المغاربه والامريكيين ملي غادي يديروا هذا الشيء في هذه المنطقه ديال دول الساحل وكذا كذا، كاين اللي غادي يقول شنو النهايه ديال هذا الشيء، او لا يقول لك باش غادي ينفعنا هذا الشيء مثلا، حنا غير كنقولوا يقول لك باش غادي ينفعنا هذا الشيء كل مره طياره غادا تقلع مشات هي ضربت جوج ضربت ثلاثه ضربت واحد ضربت 17 ضربت 16 هي ضربت في هذه الدول وفي هذه، حتى السؤال غادي يثار، وربما العمليه تستمر وربما كذلك تستمر لواحد الوقت طويل. الهدف الاكبر من مور هذا الشيء، الهدف الاكبر وهو انه كيف كتعرفوا في علم السياسه الاجتياحات او كذا او كذا كاين اللي كتكون سريعه كاين بزاف ديال الاشكال. الهدف اللي غادي يكون وهو انه على طول المدى، يعني في كيقيلوا فين 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 غادي يضربوا مثلا شيء الطياري للمغاربه ولا الامريكي على طول المدى، هذه المنطقه غادا تكون كلها تحت السياده وتحت المراقبه وتحت التحكم ديال الامريكان وديال المغاربه. يعني انه ما غاداش مثلا الولايات المتحده الامريكيه تجي وغادا تشد مثلا جر افريقيا وتقسمها وتقول لك مثلا هذا غرب افريقيا كل مثلا بانه دائره النفوذ ديالي، لا، ولكن من البوابه ديال محاربه الارهاب اللي الادله موجوده بانه مزروع بالمساعده عندك الجزائر وفرنسا وحزب الله وداك التعاون ما بين روسيا، خلاص الجزائر مثلا النظام العسكري الجزائري ما مخبيش البلاوي ديالو، وفرنسا عاوتاني داك العنابي عاوتاني معترفه بان راه تلاقينا بالعنابي والعنابي موجود في الجزائر، يعني انه يعني معترفين بالجرائم ديالهم معترفين. اذا الولايات المتحده الامريكيه من هاد البوابه ديال ان هاد المنطقه كلها هي اللي مكلفه بفرض الامن والسلام، هذه راه شكل من اشكال فرض النفوذ، يعني انه من البوابه ديال مراقبه الارهاب وديال محاربه الارهاب، من هذه البوابه غادي يدخلوا المغاربه ويدخلوا الامريكيين وغادي يفرضوا الوجود ديالها من هذه البوابه، خصوصا انه كيف قلت لكم انايا يعني هما بقاو كيتعوجوا، يعني الجزائريين مع فرنسا مع هذه مع هذه مع هذه، واحد الساعه دخلت الولايات المتحده الامريكيه قلت لكم خصوصا الى تحقق واحد النسبه ديال الامن والسلام، فلان الشعوب ديال هذه المناطق هذه وللاسف كنقولوها وحنا كنتحصروا هذوك راه مجال النفوذ الروحي ديال المملكه المغربيه، هذاك راه مجال النفوذ الروحي ديال المملكه المغربيه، هذوك راه لولا مسائل تاريخيه وعوامل وظروف اقليميه راكم كتعرفوا بداك القرن 16 وداك طرق تجاريه وهذه وهذه وهذه، هذوك راه مجال النفوذ ديال المملكه المغربيه، وباقا الى يومنا هذا يدينون بالولاء الروحي للمملكه المغربيه، وباقا تما الزوايا والطرق والشجرات ديال النسب الشريف، وباقا الى غير ذلك، والمذهب المالكي والعقيده الاشعريه الى غير ذلك، الناس راه باقا القلوب ديال ديك المناطق كامله ديال الربع ديال القاره الافريقيه، ذوك القلوب بقى مربوطه بهذه الارض السعيده ديال المملكه المغربيه. على كل حال سمحوا لي طولت عليكم الاخوان والاخوات، كنتمنى نكون عطيتكم افكار جديده، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.